سارة شو هاد حبيبتي؟ انتي اللي عملتي شاي؟ كان فيكي تخبريني كنت أنا أجيت عملته. أعمل الشاي مو بس من واجبك أختي، ومن واجبي كمان. بصراحة لازم نتحمل المسؤولية سوا. أنا كنت عم فكر إمتى بدنا ننتقل؟ لسه أنا وزاهين ما حكينا لهلا. أكيد يا أختي. شبانة، أختي شو يلي صار؟ سارة أنا سبق وأذيتك كتير، بتمنى تسامحيني. شفتي كيف كنت أعمل مشان بعد زاهين عنك ويتزوج أختي؟ خططت كتير ضدك، كان بدي فرقكن عن بعض، لهيك بدي أعتذر منك. أختي نحن لساتنا سوا، بعدين سامحتك على كل شيء. أنتي ما بتعرفي شو صار سارة، أنا على طول كنت ضايق زاهين وزعله، زعجته كتير، أنا خجلانة منه. معناها أنتي لازم تعتذري من زاهين هلا. أختي أنا برأيي حتى ما في داعي تعتذري منه، هو ما بيكرهك وبعرف ما في شي سيء بقلبه ضدك. تعرفي أختي زاهين ولا مرة جاب سيرتك أو حكى عنك إلا بالخير. أنا بعرفه، هو حدا كتير منيح. تعرفي نحن كتير محظوظين بوجود زاهين. إيه ومرته شو؟ ومحظوظين بمرته، صدقيني ما عم كذب. قليلي سامحتيني من قلبك يعني؟ اشربي هالشاي كتير طيب.